طيب استاذ علاء، يعني نفس الفكره فيما يتعلق بالادوات المكتبيه، بتستعدوا ازاي لموسم دخول المدارس؟ وانا شايفه حضرتك محضر لنا ما هو كوليكشن حلو كده. احنا حضرتك شعبه الادوات الكتابيه في الغرفه التجاريه بنحاول نركز على محدود الدخل، يعني بنحاول نوجد له الاصناف بتاعته بسعر كويس، بمنتجات كواليتي عاليه، باسعار كويسه. يعني احنا مثلا عندنا بسعر كويس وكواليتي كويس، جوده عاليه. يعني احنا عندنا الكشكول مثلا اللي هو 60 ورقه، اللي طبعا كل الطلاب لازم بيجيب منه 20 كشكول او 30 كشكول عشان يكفيه على مدار السنه. يعني حضرتك بتقولي ان هو بيجيب على الترم الاول بيجيب في وسط السنه، لا، معظم الناس اللي هو محدود الدخل بتنزل، تحاول تنزل اماكن التجمع الجمله عشان تجيب كل احتياج السنه بتاعته مره واحده. يعني ينزل يجيب مثلا 30 كشكول، لو عنده 3 اطفال مثلا يجيب لهم 90 كشكول، يجيب لهم قلم جاف، يجيب لهم بدل ما يجيب بالقلم يجيب بالدسته قلم رصاص مثلا. انا هاجي للنقطه دي، بس كنت عايز اعرف استعداداتكم انتوا الموسم الدراسه. اولا دي حاجات محليه؟ لا مش كلها محليه، يعني مش كلها. احنا عندنا بالنسبه للادوات الكتابيه غير الملابس شويه. الادوات الكتابيه الكشكول الورق عموما، الكشكول والكراس والكده بقى مستور 80% منه مصري. لا، الورق 80% منه مصري. الاقلام الجاف بقى والاقلام الرصاص مثلا ممكن تكون 60% مستورد و40% مصري. بالنسبه للاساتيك، البلايات، الطقم الهندسي، البرجل، الحاجات دي كلها تقريبا 40% مصري و60% مستورد. واحنا بقى عندنا دلوقتي الحمد لله يعني كميه مصانع مصريه كويسه جدا بتصنع اقلام جاف واقلام رصاص وكشاكيل وكشاكيل سلك وكشاكيل دبوس، بيختلف حسب الكواليتي بتاع الورق من 48 جرام 60 جرام 80 جرام. حجم الانتاج بيختلف، بيبقى زي الملابس برضو زي ما اشار استاذ حمدي، انه على حسب عدد الطلبه بتوفروا الكميات المناسبه. هو في مصر اصلا مثلا احنا تقريبا متوسط 15 مليون طالب في مصر. فاحنا لو حسبنا متوسط ان كل طالب في محدود، يعني متوسط البلد من 150 ل 200 جنيه هيشتري لوازم ادوات كتابيه اللي هي شنطه، مقلمه. ايه، الاسره ولا الفرد؟ الفرد. يعني التلميذ احتياجه سنوي، احتياجه في السنه 200 جنيه ادوات مكتبيه. ادوات مكتبيه، فالمضربين في 15 مليون طالب يعني مش هيقل عن 4 مليون ونص مثلا احتياج الادوات الكتابيه. الادوات الكتابيه من غير الزي المدرسي، من غير يعني هنتكلم بس على ادوات اللي هي شنطه مدرسه. كويسه، مقلمه، قلم رصاص، استيكه بريه، الوان فلوماستر، معظم احتياجاته. طيب الحاجات اللي حضرتك معاك دلوقتي دي اساسا موجهه لمحدود الدخل؟ يعني مثلا الكشكول دوت بياخده محدود الدخل، بينزل ولي الامر الطالب يشتري منه مثلا 30 كشكول 40 كشكول. ممكن اشوفه؟ وده بيبقى 48 جرام الورق والغلاف بتاعه دوبليكس. ده بيبقى متوسط بقى؟ ده دلوقتي مثلا بقى ب2.5، يعني هو اصلا الزياده السنه دي جت معظمها في الورق عشان الكشكول. الورق اصلا زاد عالميا. بقى الطن كان السنه اللي فاتت ب 15400، السنه دي مثلا بقى ب 19. ايش حضرتك قلت كام؟ كان الطن الورق، لا الكراسه، الكشكول ال 60 ورقه ب2.5. ب2.5. هو بقى حضرتك بتقول بيشتري جمله. بيشتري الجمله مثلا، بيشتري 20 كشكول مثلا يعملوا لهم بتاع 50 جنيه. يكفوه السنه كلها. قلم جاف مثلا، اشتري قلم جاف بجنيه، اشتري قلم رصاص بجنيه، مقلمه ب5 جنيه. ومعظم الحاجات دلوقتي يعني المصري بقى بنغطي شريحه حلوه، وكمان بنصدر، يعني في عندنا قلم جاف بنصدرها وقلم رصاص. بس انا مش عارفه اذا كانت الورقه دي بتتقطع بسهوله. ما هو بص حضرتك، ما هو في بقى الورق ده بيختلف منه 80 جرام ومنه 48 جرام. ده غالبا للاطفال شويه، يعني ده صغيرين بقى اللي هيحتاجوا ده مثلا للكبار مثلا. ده بقى يعني اقوى شويه الورق بتاعه. ده بكام ده؟ ده مثلا يعمل من يبدا من 7.5. بيبدا على حسب عدد الورق، على حسب عدد الورق وعلى حسب المقاس. من 7.5 لحد كام؟ يعني مثلا لحد ممكن 20 جنيه عشان 200، في 200 ورقه وفي 150 وفي 100 ورقه وفي 100 ورقه. بس كتير قوي، ده انا هحتاج كام واحده في السنه ولو عندي كذا طفل؟ ما حضرتك مبدئيا دوت احنا بنخاطب فئه محدوده الدخل، فهم بيجيبوا دايما الكشكول الصغير، الكشكول الكبير دوت للدروس. يعني هو كل الطلبه بيجيبوا الصغير. هيشتري حاجات للمدرسه وهيشتري حاجات للدروس؟ طبعا، ده في كشكول سلك كمان. وفي حاجات تانيه كتير، وفي ورق فلوسكاب. وفي حاجات للمذاكره كمان، وفي الات حاسبه. انا بكلمك يعني شوفي 200 جنيه ديت اللي هو اللي يجيب احتياجات الطالب العادي، الحد الادنى. الحد الادنى.